العروسه، ارفع العروسه فوق يا شيخ. بل انت هاي عروسه. شكرا اردوغان. نحن الآن أمام وصول أولى المساعدات التركية التي تصل إلى قطاع غزة. هذه المساعدات وفق الاتفاق التركي الإسرائيلي الأخير مقدمة إلى الشعب الفلسطيني. هذه المساعدات بيغلب عليها الطابع الإنساني الإغاثي، هذه المساعدات بيغلب عليها المواد الغذائية. هي حمولة السفينة الأولى التي وصلت إلى ميناء سدود، فيها مكونات حوالي 11 ألف طن، بيغلب عليها وجود السكر والطحين الأبيض وكذلك السيرج أو الزيت، وأيضا هناك ألعاب للأطفال، وكذلك هناك ملابس وأحذية سيتم توزيعها وفق شرائح الفقراء والمحتاجين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي والهلال الأحمر الفلسطيني. سيتم توزيع الألعاب والملابس استثمارا لفترة عيد الفطر السعيد إن شاء الله. خلال هذه الفترة سيتم توزيع هذه المواد.